ومساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تبقى تتأثر ببقايا حالة عدم الاستقرار الجوي أو الحالة الماطرة التي أثرت على المملكة خلال اليومين الماضيين، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الرعدية خلال الساعات الأولى من هذه الليلة. 17 درجة مئوية حرارة دنيا الملموسة، 18 نسب رطوبة عالية، 93% من الرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم غد بالمنطقة الشمالية، يستقر الطقس في عموم مناطق المملكة يوم غد بما فيها المنطقة الشمالية سكاكا 35 إلى 21، عرعر 35 إلى 23، تبوك 33 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الغربية أيضا أجواء مستقرة، جدة 36 إلى 24، المدينة المنورة 35 إلى 23، مكة المكرمة 37 إلى 24، أما الطائف 26 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أجازان تسجل بعض زخات الأمطار الخفيفة 33 إلى 29، أبها طقس مستقر 23 إلى 17، الباحة 22 إلى 16. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 31 إلى 23، الإحساء 34 إلى 25، أما حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار المتوقعة تكون خفيفة ومتفرقة وعشوائية الطابع 33 إلى 22. بالنسبة للمنطقة الوسطى، يستقر الطقس في العاصمة الرياض، تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 21، بريدة 32 إلى 20، أما حائل 32 إلى 18. كان هذا كل ما لدينا إلى حد الآن، إلى اللقاء.